الكافر إذا أسلم ودخل في الإسلام متى لا يقال فيه أنه حديث عهد بكفر؟ يقول الكافر إذا أسلم ودخل في الإسلام متى لا يقال فيه أنه حديث عهد بكفر؟ إذا كان إسلامه قريب، إذا كان دخوله في الإسلام قريب، زمن قريب، فهو حديث عهد بكفر. أما إذا كان بين إسلامه، إذا كان بين إسلامه يعني بعد إسلامه مدة طويلة، هذا ليس حديث عهد بالكفر. نعم.